قبل شوي قلت لكم اني جالس اتابع سنابات. هي شفت سنابات، شفت ان ثلاث ارباع الاوادم يبي يصيروا مشاهير. الله يوفق الجميع، الله يبلغكم مرادكم، قولوا امين. تلفونك واشتراكك وويهك، لكن انت هيش محتواك؟ هيش تبغى تقدم؟ الله يرضى عليك. هيش موهبتك؟ الشعر موهبة وبالفطرتي. تغني ربي ونعم عليك بأحبال صوتية سمينة. رسام ربي مضبط لك أمور أسبوعك. يعني إيش بعد واحد؟ شاعر عندك إلهام يا ابن مع يدك مع أبوك. كوميدي بالفطرة، كلمة تقولها يضحكوا، حركة تسويها يضحكوا، دخلت مكان بدون عارف تقول شيء يضحكوا. إذا ربي ما عطاك وما أنعم عليك واحد من المواهب، أكيد عاطنك شيء ثاني، يمكن أحسن عن المشهور، أحسن عن الموهوب. ربك ياخذ ويعطي، وربك ما يظلم عباده. عندي أنت كنا متساويين، لكنه ياخذ ويعطي، ياخذ ويعطي. الله يعطيكم الصحة والعافية. واما انك تطلع لي تقول اني شاعر والكلمات الله بالصبر والسلوان، لو عاطس احسن تصبح تاخذ مني اجر. الحمد لله يرحمكم الله يهديكم الله يصلح بالكم. اتغني اسمع لك صوتك اقول عشان كذي الاغاني حرام. صوتك ما بجالس تغني، انت ما بجالس تغني عشان كذي الاغاني حرام، عشان صوتك خايس. لا تزرد عمرك عشان تطلع صوتك حلو، وما موزع بتدخل طاقيتك لين سمخانك عشان تضحك اللوادم. لا، اني للكوميدي ما بحي الله. واحد قال اني كوميدي يعني كوميدي غلط، الله يرضى عليك. الكوميدي قال لكم بالفطرة، سواء كان ايماءاته، طريقة كلامه، يدخل مكان يضحكوا بس يعرفوه كوميدي، يعرفوه. انت ممكن انك تضحك الناس يضحكوا يوم يشوفوك يضحكوا، لكن هناك في فرق بين انه يضحكوا لك ويضحكوا عليك. يضحكوا لك ولا يضحكوا عليك، تاك هم كلهم يضحكوا، لكن يضحكوا لك ولا جالسين يضحكوا عليك. توصلوا نفسكم لي المراحل هيش ريال عود، توصل نفسك لي المرحلة ليش؟ انت ما بشال اسمك وحدك، شال اسم عائلتك. باقي انت واخوتك يعايروا اخوتك ويعايروهم بك انت دغمه، ولا تبغى يعايروا اهل ولايتك بك انت، ولا تبغى بعدين اذا وصلت مكان بعيد الله يكون ما وصلك مكان. ربي عاطنكم سمع وبصر وعقل، الله بالصبر. يا ليتكم يا هال وتسوي هذه الاشياء وبعدين بتكبروا وبتعقلوا. انتوا كبرتوا حن كنا معطاين عقل، لكن عاد يستخدم عقله وحد ما عارف لين الحين ليش مخلنك. ما عارف لين الحين ما مستخدم منه ليش. ايش فيكم كبار والله بعيالهم. وصلنا المرحلة ان الوادم تيهم اتصالات سمينة. اكلمك عن اللي يخلي عمره كوميدي، اتصال سمين، لكن اي الريال لا يعرفه ولا يحبه ولا مهتم فيك. كان عنده ضيوف ولا عنده ربعه وياب انك انت عشان يضحك اللوادم على حسابك، ومسوبك سلعه بيطلعك بسناب. الشو هو هذه فلان عندي، الشو هو هذه المدعوم عندي، الشو هو هذه المهزله عندي، الشو هو هذه الله بحسن السيره والسلوك عندي. جالس يضحك اللوادم على حسابك انت، وانت ما يضمك الهيش. سوي لنفسك قدر، عز نفسك، الله يرضى عليكم. لا تشوفوني اضحك، ترى مصدق والله مصدق مرتفع عندي الحوف، حد يرتفع عند الضغط وحد يسكر عن الحوف يرتفع فيني. تدخل انستغرام وسناب تبى تشوف اشياء، تشوف هي الاشياء دي فوق ما بنفسيتك من شرخه ومن ثقبه، بعد يزيدك زايد. نسأل الله قاضي الحاجات أن يقضي حوائجنا وحوائجكم، ويضبطنا أمورنا ويخلينا نبوني محتاج. وسمحوني إذا طولنا عليكم وإذا صرخني
وهذا وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين وقائد الغر المحجلين، صلوا على النبي. واتمنى لي ولكم السعاده الدائمه والضحك اللي ما تبارك، حياكم، قولوا امين. والله يبلغ، كمل خرفتك صح، الله يبلغكم مرادكم. انزين اخوتي، انا اعوذ بالله من كلمتني ما اهتم في التعليقات، لانه ما بكلم يعلقوا، ما بكلم جالس يسمعوك ايش تقول، حد يشوفك على شكلك، حد يسمع لك خرفتك، حد متضايق، حد فرحان، فتختلف التعليقات. عندي انتو الله يعطيكم الصحه والعافيه. من ضمن التعليقات اللي وصلتني الحين يقول انت ايش موهبتك؟ انزين انت ايش موهبتك؟ الله يرضى عليك، قبل ان تسالني ايش موهبتي، انت اسال نفسك ليش ضفتني؟ ليش مشيت تدور حسابي وضفتني؟ عندي انت الشيء اللي ضفتني عشانه، هذه هي موهبتي. الله يعطيكم عطي.